حياتي كلها لله، فلا مولى لنا إلا. أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى، حياتي كلها لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابنا وأصدقائنا الأعزاء في تورونتو وفي ميسيساغا. إن شاء الله راح أكون معكم يوم السبت في مسلم فيستيفال، في حفل المسلمين عبر السيارات، ولأول مرة عبر السيارات بسبب ظروف كورونا. راح أكون معكم يوم السبت 18/7 الساعة 5 عصرا. كونوا معنا وحياكم الله جميعا، أهلا بكم.